من الناس الحقيقه برضو اللي اعتقد كانوا مرتبطين بكابتن عبد الوهاب بشكل كبير جدا في فتره وجوده في النادي الاهلي، كان كابتن اسامه حسني اللي معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن اسامه. النور يا استاذ احمد، اهلا تحياتي بيك. ليك وكل مشاهدي قناه النادي. اهلا اهلا بحضرتك. في ذكرى الرحيل ال 14 ما زال عبد الوهاب نجم عايش في قلوب الاهلاويه، وبيتهيألي في قلوب كمان زمايله اللي لعبوا معاه والعصروه في الفتره اللي كان فيها داخل جدران القلعه الحمراء. تتكلم مع جمهور النادي الاهلي عن عبد الوهاب وتقول ايه او تحكي ايه؟ يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان اخ وصديق، يعني بعد مرور 14 سنه من رحيله يعني ما شاء الله الناس ما زالت تتذكره كانه موجود في الملعب بالفعل. الكلام ده كله جه من ان محمد عبد الوهاب يعني مش مجرد لاعب يعني عدى على النادي الاهلي، ولكن يعني حبه واخلاصه للنادي الاهلي والمكان اللي هو كان موجود فيه ده اللي ساب الاثر بعد 14 سنه ما زالت الناس تتذكره بكل خير. ايوه يعني من ابرز المواقف اللي كان بيحكيها لنا محمد عبد الوهاب وقت ما انضم للنادي الاهلي، وعلى ما اتذكر كان الكابتن محمود الخطيب هو اللي يعني بيتفاوض معايا في الوقت ده عشان ينضم للنادي الاهلي. فالكابتن يعني اول حاجه جمعته محمد عبد الوهاب قال له انا عايزينك في النادي الاهلي، فقال له يعني ده شرف ليا. فالكابتن بيقول له طب طلباتك ايه يعني؟ قال له يعني حضرتك يا كابتن بتحقق لي حلم كنت بحلمه في يوم من الايام، فيوم ما حلمي يتحقق يبقى ليا طلبات؟ قال له لا طبعا، يعني شرف ليا وحلم يعني ان انا انضم للنادي الاهلي. ويعني محمد عبد الوهاب بعد 14 سنه هو درس لكل الناس اللي بتبحث عن الماده دلوقتي. شوف حتى بعد رحيله بعد 14 سنه ازاي الناس ما زالت تتذكره. يعني انا كمان على المستوى الشخصي يعني كان بيجمعنا مواقف كتير حتى كان قبل يوم الوفاه. انت لعبت معاه في الاهلي وزميلته كمان بيتهيألي في المنتخب العسكري كابتن اسامه. المنتخب العسكري كنت موجود معاه كمان في بطوله المانيا في كاس العالم العسكريه في المانيا، وقتها خدنا بطوله كاس العالم العسكريه في المانيا. يعني كمان يعني من ضمن المواقف اللي جمعتنا بيه كان قبل ما يتوفى بيومين بالظبط. ايوه كان في الملعب، كان قاعد على الدكه في ملعب مختار التتش، وانا كنت بنروح دايما التمرين بدري يعني، فانا كنت قاعد جنبه الدكه فلقيته زعلان ومتضايق. فقلت له ايه اللي مضايقك؟ قال لي كان في واحد صاحبنا اسمه محمود وحيد قبلها بيومين كان توفى يعني، فقال الدنيا يعني مش باقيه. ده كان واحد من اصدقائه المقربين. وكان معاه في منتخب الشباب يعني وكان زعلان أيوة. عليه. فحتى يومها لقيته بيديني صورة مريم، يعني أنا ممكن أحكي القصة دي المرة التانية. قال لي دي خليها عندك صدقة جارية يعني تذكرني بيها لو ربنا توفاني. فحتى أنا يومها حفظت الصورة دي يعني حبا في محمد عبد الوهاب. أيوه ما زلت كل ما أقرأ الصورة دي في القرآن الكريم وأوصلها دايما أتذكر محمد عبد الوهاب وبدعي له. يعني ربنا يرحمه كان إنسان طيب وكان إنسان جميل وكان حاجة محترمة جدا، وسبحان الله يعني قبل الوفاة بساعات كنا كلنا موجودين. بس اسمح لي كابتن أسامة، بما انك انت كنت قريب جدا منه الحقيقة، لانه ناس كتير جدا كانت بتتكلم انه عبد الوهاب الله يرحمه كان عنده احساس يعني كبير جدا بانه، وكان في بعض التصرفات وبعض الكلام اللي بيقوله كما لو يبدو كانه حاسس انه كانت يعني نهايته قريبة. الكلام ده حقيقي؟ بالضبط. حقيقي، ما انا بقول لحضرتك يعني سبحان الله قبل الوفاه بساعات كنا موجودين لعيبه النادي الاهلي مع بعض على ما اتذكر. كان وقتها كنت انا واسلام الشاطر والرياض وحسن مصطفى ايوه محمد شوقي يعني نادر السيد وقت ما كان موجود في النادي الاهلي، ومع كابتن سيد عبد الحفيظ كنا بنعمل اغنيه بتاعت ماتش الاعتزال بتاعت كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ وكنا موجودين معاه في الاستوديو، وكان اللي بيغني الاغنيه محمد عبد الوهاب. ايوه قبل ما توفى بساعات الله يرحمه. سبحان الله وهو بيقول كلمات الاغنيه كانه بيقولها لنفسه. فبيقولها لنفسه، فهو يعني كان انسان طيب انسان محترم وكان قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. يعني بالرغم كمان ان هو يعني ما لعبش سنوات طويله في النادي الاهلي. ايوه لكن صاحب بصمه مهمه جدا. بصمه وكان مؤثر في الفتره اللي فيها باخلاقه بسلوكياته بادائه في الملعب باخلاصه بحبه لناديه، علشان كده ما زال الناس كلها بعد 14 سنه لسه فاكراه تذكر محمد عبد الوهاب بكل خير. صحيح صحيح.
انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه حسني نجم النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر.